السلام عليكم. اليوم بنتكلم عن موضوع يمكن الكثير ما ينتبهوا له، وهو كيف الزلازل تأثر على توزيع المياه الجوفية والمصادر المائية، وكيف نقدر نقيم وندير هذا التأثير. بداية لازم نعرف أن الزلازل مو بس تهز المباني وتسبب دمار على السطح، لا، هي كمان لها دور في تغيير أشياء كثيرة تحت الأرض، زي المسارات اللي تمشي فيها المياه الجوفية. لما تصير هزة أرضية ممكن الطبقات اللي تخزن المياه تحت الأرض تتحرك أو تتكسر. هذا الشيء يؤثر على تدفق المياه ويغير أماكن تواجدها، بمعنى إنه ممكن المياه الجوفية تقل في منطقة معينة وتزيد في منطقة ثانية، أو حتى تختفي نهائيا. لكن مو بس كذا، بعض الزلازل ممكن تؤدي لظهور ينابيع جديدة أو تغير ضغط المياه في الأحواض الجوفية. يعني باختصار، اللي كنا متعودين عليه قبل الزلزال ممكن يتغير بعده تماما. الزلازل مو بس تأثر على توزيع المياه، كمان تأثر على جودتها. لما يحصل زلزال ممكن الصخور تتكسر وتختلط مع المياه الجوفية، وهذا ممكن يرفع من نسبة المعادن أو العناصر الثقيلة في المياه. على سبيل المثال، ممكن تلاقي مياه صارت مالحة أكثر أو تحتوي على مواد كيميائية جديدة ما كانت موجودة من قبل. هذا الشيء ممكن يكون خطير، خاصة في المناطق اللي يعتمدوا بشكل كبير على المياه الجوفية للشرب أو الزراعة. لهذا السبب، بعد أي زلزال كبير لازم تكون في اختبارات سريعة للمياه عشان نتأكد إنها صالحة للشرب والاستخدام. بعض الحالات الزلازل ممكن تكون سبب في إحداث تغييرات إيجابية على المدى البعيد. مثلا ممكن زلزال كبير يفتح مسارات جديدة للمياه، أو ينشط مناطق كانت تعاني من نقص في المياه الجوفية. لكن على النقيض، ممكن نشوف مناطق كانت غنية بالمياه الجوفية فجأة تصير تعاني من الجفاف بسبب تغيير مسار المياه تحت الأرض. هنا يجي سؤال، كيف نقدر نتعامل مع هذه التغييرات؟ الخطوة الأولى هي التكيف. يعني إذا عرفنا أنه في منطقة معينة صارت مواردها المائية أقل، نبدأ نبحث عن طرق بديلة لتوفير المياه، سواء من تحلية المياه أو البحث عن مصادر جديدة. وفي نفس الوقت لازم نشتغل على تعزيز الوعي العام بأهمية ترشيد المياه. زي ما قلنا، التقنية اليوم صارت تلعب دور كبير في تقييم تأثير الزلازل على المياه الجوفية. باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار نقدر نراقب التغييرات في الأرض والمياه بشكل أسرع وأدق. هذا الشيء يساعدنا نتخذ قرارات أفضل في وقت أقل. بعد حدوث زلزال، التغييرات اللي تصير على المياه الجوفية ما تكون دائما لحظية، يعني مو شرط نلاحظها فورا. بعض التأثيرات ممكن ما نلاحظها إلا بعد فترة من الزمن. على سبيل المثال، ممكن يحصل انحسار تدريجي للمياه الجوفية أو تغيير في الضغط داخل الطبقات الحاملة للمياه. هذه التغييرات ممكن تأثر على قدرة المناطق المتضررة في استخراج المياه لفترة طويلة بعد الزلزال. كيف نقدر نرصد هذه التغييرات؟ واحدة من أهم الطرق الفعالة هي عن طريق الرصد ومتابعة حركة الأرض والمياه بشكل دوري، وبهذا نقدر نرصد أي تغيير غير طبيعي في تدفق المياه أو عمقها. كيف نقدر نقيم هذه التغييرات؟ في طرق تقنية تساعد في تقييم التأثيرات هذه، زي استخدام أجهزة لقياس حركة الأرض وتحليل الطبقات الجيولوجية، كمان في تحاليل للعينات المائية قبل وبعد الزلزال عشان نعرف إذا صار تغيير في جودة المياه أو لا. طيب كيف نقدر ندير هذا التأثير؟ أول حاجة لازم نكون جاهزين ونعرف إن الزلازل شيء طبيعي
ومن المستحيل نتوقعها، بس لازم يكون عندنا خطط للطوارئ لإدارة الموارد المائية بعد أي كارثة. ومن ضمن الإدارة أن يكون عندنا شبكات مراقبة للمياه الجوفية بشكل مستمر عشان نتابع أي تغييرات أول بأول. ومو بس كذا، كمان لازم نهتم على تعزيز البنية التحتية عشان نضمن وصول المياه بشكل آمن حتى بعد حدوث الزلزال. طيب، إذا عرفنا أنه منطقة معينة تأثرت بزلزال والمياه الجوفية فيها تغيرت، كيف نقدر ندير هذه الأزمة؟ في عندنا 3 خطوات لازم نتخذها. أولا، تنويع مصادر المياه، يعني بدلا من الاعتماد الكامل على المياه الجوفية نبدأ نبحث عن بدائل زي تحلية المياه أو جمع مياه الأمطار. ثانيا، إعادة بناء البنية التحتية المائية. لو الأنابيب أو الخزانات اللي تنقل المياه تضررت، لازم يتم إصلاحها بسرعة أو بناء أنظمة جديدة تكون أكثر مرونة في مواجهة الزلازل. ثالثا وأخيرا، التوعية المجتمعية. بعد الزلزال لازم الناس تعرف أن موارد المياه ممكن تكون مهددة. من هنا يجي دور التوعية بأهمية ترشيد المياه وتقليل الهدر، خاصة في الأوقات الحرجة. في النهاية لازم نفهم أن المياه الجوفية تعتبر من أهم مواردنا الطبيعية، والحفاظ عليها وإدارتها بشكل صحيح من أهم الأولويات. في حفظ الله.